خدامكم صهيان احمد، السن 49 سنه، تصاب في 2012، تصاب واحد التيمور في لاغورج ديالو، ودار واحد العمليه. هذيك العمليه ما تكلاش بنجاح. علاش؟ لان من بعد ما قالوش له شنو خصو يدير من بعد. المهم واش اهمال طبي ولا خطا طبي ما نقدروش نحكموا. المهم السيد انه من بعد بدات يعاني واحد شويه الالام، وشويه بدات تجمع له بشويه شويه، رجعت ديك التيمار. السيد تيخدم تريسيان في الزنقه، يعني ماشي تريسيان تبع الشركه، ولا يعني ما عنده لا ميتيال لا لانتريت لا، يعني السيد لا ما جابهاش بيدو ما ياكلش، عنده جوج بنيات تيقراو وعنده المراه وكاري. يعني السيد تيخدم بدراعه. مني مرض دابا ومني بدا يحس براسو بتيعيا، واخا هو كان تيقاوم تيمشي للخدمه، حتى بدا تيطيح تيجي اغماء. هاد النهار جيت انا في الصباح تنحل ندق عليه باش يمشي معايا للخدمه، طاح ليا في الباب. هزيناه دينا السبيطار الادريسي في شهر 7 2018. بدا ديك الساعه، بدا السيد في 2000 في شهر 7 2018 بدات المعاناه ديال بصح ديال هاد السيد هذا. علاش؟ لان من قبل واخا كان تيحس بالحريق وداك الشيء، ولكن صحته كان يقدر يخدم بها وداك الشيء، ولكن من بعد ولا تيجي اغماء، ومن بعد ولات ما تيقدرش يوقف. ديناه للمستشفى الادريسي، بقاو علينا سير من هنا 3 شهور، من هنا 4 شهور، دخلوا علينا، دقينا بزاف ديال الابواب، استطعنا اننا نهرسوا شويه ديال لي زيتاب اللي عطاونا هما. وصلنا عند الدكتور، ملي وصلنا عند الدكتور قال لك اودي في السبيطار الادريسي العمليات ما يمكنش نديروا، يلاه تنقدروا نديروا عمليات بساط الحلاقم ولا شي حاجه، يعني بالنسبه لهذه العمليه ما نقدروش نديروا له، نقدروا نديروا له البيوبسي. بقينا تابعينه باش يدير لنا على البيوبسي، نعرفوا شنو عنده بالضبط. واخا اليوم غدا بعد في الاخر شدوا دخلوا عنده واحد السيمانه، زادوا شويه ديال الدم، وكتب لنا رساله وقال لنا ديوه للسويسي، حنا ما عندنا ما نديروا له هنا. هزيناه ديناه من بعد السويسي. السويسي بقاو تعطينا رونديفوات، منا 15 يوم، منا 20 يوم، منا شهر، ولا وفي كل مره تنمشيو تيعطيونا واحد عذر، تيقول لك حقا خاصو واحد التخطيط ديال القلب. تنمشيو نديرو تخطيط القلب، انت رجعو تيقول لك خاصو تحليله، تنخرجو نديرو تحليله، تيرجعو تيقول لك خاصو سكانير. يعني كل مره تعطيوك عذر، يعني ماشي في الاول غيشدو السيد وغيديروا له واحد البيلون كامل باش يعرفوا شنو كاين. ولحد الان لحد اليومين هذا مازال ما عرفناش التشخيص ديال السيد شنو عنده، شنو المرض اللي عنده. يعني كل مره تعطيونا عذر، وكل مره تعطيونا سير اجي سير اجي. حتى مني هذه شي سيمانه دابا طاح، هزات سخف، جاتو كوما، جبنا لومبينونس، زينا ديناه عاوتاني للمستشفى الادريسي، داروا له تحاليل، قال لك عنده فقر الدم حاد، يعني وصل عنده فقر الدم الخمسة. قلنا لهم واش ممكن نزيدوا الدم؟ قال لك لا، هنا ما نقدروا نديروا له والو، هنا خصكم تردوا للسويسي. من عيط للدكتوره ديالو باش على حساب السويسي، قالت لك لا ما تجيبوا لي حتى السيمانه الجايه، انا ما كايناش. يعني هذا السيد هذا غيبقى في هذه الحاله هذه حتى تكون الدكتوره ديالو، ولا المستشفى الادريسي قال لك حنا ما نقدروا نديروا له والو، يعني هزوها انتم. يعني على الاقل كان يزيدوا على الدم باش يولي شويه، راه حتى ما يوصل الرونديفو ديالو للسويسي. وحالته يعني السيد يعني لا ما خدمش، راه ما غيقدرش يعني حتى الناس، راه اللهم لك الحمد كاين الجيران وكاين الصحاب وكاين الخوت وكاين العائله تيعاونوا، ولكن راه هاد الحاله هذه راه خصها الدوله شويه تعاون، شويه يكون الرعايه الصحيه من عند الدوله، ولا من عند يعني على الاقل يكون شويه ديال الاعتناء به كشخص، شويه الكرامه ليه كشخص. يعني ماشي تمشي بعض المرات تهزو تديه تلتم حتى الدكتور ما تشوفوش، يقول لك الدكتور ما كاينش رجعوا. حنا في هذه الحاله هذه يعني تهز اومبيونس من هنا حتى القنيطره، ديه ب 14000 ريال وتردوا، وعاوتاني يقول لك رجع الغدا. حنا ماشي ساكنين في السبيطار، على الاقل يشدوا عندهم تيعرفوا شنو كاين. هذه يعني ابسط 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 طلبات. حنا نموتوا الحياه بيد الله، حنا ما عرفناش عمر من السابق، ولكن على الاقل انت تشوف بنادم بحال هكا تيموت قدامك عرق بعرق، راه حشومه كاع. يعني ما طالب منهم لا خدمه، لا مطلب منهم لا وظيفه، مطلب منهم والو. يعني السيد كان تيجيبها بذراعه، ولكن مني وصلت صحته لهكا، على الاقل ابسط الكرامات هو انه الاعتناء بصحته. حتى لا كانت كاع الموت يموت بنادم كرامته، كان الصحه يعرف بان صحته ماشي تيشوف فيها نهار على نهار تتمشي وهو ما عارفش حتى شنو عنده. حنا كاملين ما عرفناش شنو عنده، كل مره يعطيونا مرض حقا، راه ممكن يكون هذا حقا، ممكن يكون هذا، التشخيص باش نعرفوا ان فين نمشي. ومازال حتى الان ما عرفناش التوجيه، موجه لنا المستشفى الاختصاصات، وفيه بزاف ديال الاختصاصات، شنو هذا المرض اللي عنده الله اعلم. هو ما يمكنش 4 ديال الدكاتره ولا 5 ديال الدكاتره شافوه، حتى دكتور ما عارف شنو عنده، حشومه كاع. يعني شنو من طب هذا كاين في البلاد؟
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.